الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسرني ويسعدني في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان للسيد الدكتور رئيس جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية على جهوده وسعيه والتعليم والتثقيف. إن هذه الدورة العلمية مبنية على تثقيف الخطباء والوعاظ، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، سنبدأ اليوم بهذه الدورة، وهي دورة بتنسيق مع الأوقاف الشؤون الإسلامية مع جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية في عدة محاور، في الفقه المالكي، في العقيدة، في مصطلح الحديث في اللغة العربية، وهذا ما يحتاجه الأئمة والخطباء والوعاظ في ليبيا، وهي دورة تثقيفية وتوعية للأئمة والخطباء، وهذا نحاول أن يستفيد أكبر عدد منهم في هذا المجال، وكل شيء في يعني من أجل الدين الإسلامي، من أجل توعية الناس، ومن أجل الدين الوسطي الصحيح موجود داخل الدين الإسلامي موجود في ليبيا.